اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. وتقوف وإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرومباو ميزم سبحانه وتعالى حينما هلاني إكاون دمليو إكين غني هرم خير ريرينجي منامو دا كرجاك هرم زدرسا الحمد لله ركا ونونو ساج استغالة زكمين آدم تزان ريها زاريرينجا Harima ye darsa ya vira, ruonesa ukaya mru islam, mengoni mweze nungo ya hutajilwa ozo,
وبغض الشيطان يلازمو يي يا ينجي شيطاني شيطاني ريارنجا ميادي يوكايا جوري بوتيزا أبو وتمرو إكاو يلازمو مريا باروفا يمحب ناي شو منرو يلازمو منرو يكين وعدا ويبين يهاه نشيطاني نوعدا ووهاه نشيطاني إنم نوجوكاه فانيا يسيني هانيوا شاندو كايا هاينا وكاتي شيطاني يي يو هدايا زين رجينا منرو بصدهم رجينا شيطان أبو فانيا زين أو هدايا نفسي يعني يا سبو صلى الله عليه وسلم أكون ساهر مع حديثي أفنبولي ومرو إكاو حلالا يسبه ينبيري نتومي هبا ومرو إكاو هنالي ونشيطو أنيه حرمالي شيشي ولاهي بمعنى أبو ويوي هو أنا نشيطواني ويوي هو أنا نشيطواني لوفا يحين ترتبو ينتبيا زي شيطواني يجوكو جيبواني زوامان وكولا لأبولي ويسبه فاني ترتبو حتى زيتوهوني أبو كويلي هو أنا شيطاني شاهو ينغا شيطاني نو أنا شيطاني تلوك أبو دعبا ويوين ويوين شيطان لا تدين من نين وينغا شيطاني هم حقيقة لو هيدا كيميناي أبو نبها نيكاو ركازا هريما يدرس يا فيرا لو كامي نغو نموز نغوزي هو تجيواهو لو مرو وطوكيواني شيطاني يوكا شيطاني يتورينغي يوفاني منزاني شافا يترتيبو هتورينغي شيطاني ومفاني وكاياندوين لهو إن شاء الله سبحانه وتعالى نرجو هيدا وبهانو يكاو نرجو كا هيدا نورنجي لهو رندر ونساتسينا وبغض الدنيا لوكي الدنيا ينو تيرينجي هو في لمبليا ورانسي يتوا ميزم ويو امري شاها وخافلي هاني دنيا ايو منغوني مزن ويكا ونغانسو من ادم السلام يزي جوين غرونا وانروينجي الدنيا ينو ودراها فيلي هانيو ومنجليا ولاوا وزيرانسي اكا كواجا كفاني عمال جيما نغواو هرمون رجهنة وبهانو رنغا وبهانو ليو لبانو وبغض أهل الماس غانزو ويوي وتوكيوا نوانرو مفانيا ماس ننمنا يوتوكيوا نمرو مفانيا ماسي لنمرو فانيا ترتيبو يا همهارازا شاوي وكتسو ينغا مرو مفانيا ماسي يي واي 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 يوكايا ويو نمرو مرو مفينيو ومولا وجهزو سيو شتوانيين لا تلي نمنايين wewe ndo taha tartibu ena mnaje mwana nyasi woi ya lo harma shetendo wa shishinu rijoka umto wa harmisho asubabu indi na nera angalie harma hadithi ya mtume sallallahu alaihi wa sallam harma hadithi ya Abu Huraira anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam ya uka mtume sallallahu alaihi wa sallam uti ya li rajulin kada shariba mtume habeshe wa mru ikawe mru wola hanumfinyo فقال اضربوه نتوما بلا ممرمي معنى حدي نرو يا نوفينيو يوريما رحم نتوما بلا ممرمي قال ابو هريره ابو هريره يا رنجي حديثي زر الجميع اسم الناس مدلي وبوكايا فمن الضارب بيده امرو لو يا حاج من نوفينيو ولا رمي يا رم رمي نوسو غمرما وهم هونو والضارب بثوبه نوسو غارنغاوي نغو ودم رمي نمناينو فلما انصرف وكتول من رلياري ما ياري ما هتانجي ونزياني لزاهي قال بعض القوم وكاوان رهر مولان ركاون ركاسينا هم بين ريني أخزاك أخزاك الله نيزم قنو نحن لتين هينرو ويوين رشيطون هينرو بمعنى رمبا وكايا هو ينقام رون فانيا ما عاسي تدوهم لبيزا يسلي نمنا مرملا ويمينج معنى امروي هنو فينيو habeho hamtume hajaha kawubihwa shuwa katiyaru hao baka mruha mlapiza faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mtume habenrini la takulu hakatha msambe namna iyo hao mlapiza wakamnyezi muna mrendeti hindu au yeti hindu msambe narwoni alayhi salatu wassalam inamna yahe dawa
namna he dawa yantima la piso yantimo be wandu ambi la mtume amukamse loje ndu chino vinyo mtume haone sambio kindini la tuinu alayhi shaytan msini mumbise shetani msapanye mwana nyanyi maana bo mwana mtukufu wakati wewe uliona mwana wesa wa mrongo za wamboka shinti ndre mwana woi weikana ukahiru auba wesa ushedia shetani shetani arenge mvu mwana laba harenge mvu kaya tisa tsango kanti na kukahiru bayo mwana nyasi rika ukaho tengweni ikao wakati ula wesa humdende ndushi to hindu bayo ngure mukambahi atuwana ama wesango anona wotsi hindu atatsono kami mrumzalilifu bayo shetani hamnika mvu habansundunga nemina wabasenurke hujima Bahe mtume sallallahu alayhi wa sallam Haba beshwa ye mno vinyo Haba riwaya nyirwa jina Haba mtabe na mna iyo Innahumu yuhibbu Allah wa rasula Mahma ya humno vinyo wahe uo Shaye ye hanza mtume Ni mnyezi mungu wa mtume Shahabu taliwa Abo sisi Hoyenga mrufanyo maaswi Doho hundaze nziya za humbita Ya umusu ya ekawo nokanga wefeble izo yarendao izo ekawo ndo yeye yarendao ngojo kahenda hata ziududie abo fanya taratibu utao na iyo mengo ni mwezi ngora nzuri zikeni hizo dukaindini wa bughdu ahli almas yani dohenda kinyume dohenda na kakarifanya mahaba ya ndani sinwe wangu mafanya maso Shai manadam, salamu alaikum, alaikum salam, yesi hadisa nukosi, ani hambabi. Rimonesani ya qisa, ya Abdul Qadir al-Jailani, qaddas Allahu sirra, wali bila niza. Biyano nazinu akubali yano ka Abdul Qadir al-Jailani, ye wali. Fikri qisa rionesa, wakatika o Abdul Qadir al-Jailani, haka hindahun ziyani, Haparsaye mlevi ya lala honziani. Sisi, he kibri ya kihatu, webahatide kakuja msindi haho mdu. Shema waliwa mnyezi mungu, nga onau kashinushi umbesha mnyezi mungu. Shinushi umbesha mnyezi mungu. Abontina ujwa nshuwa nerushi tuwa hinduja mnshi sindi he. Shema waliwa mnyezi mungu, wahangalia hadito la ufikiri. Waona imruola wa ya lala. Sayyidina Abdul Qadir al-Jailani hatengele ya bala. Wanarumwa gare imruoyi bishwaye mlevi rimwe hinti bavuni. Ula mlevi habaliwa hinti bavuni. Bande abala hala muhambabi. Hampara Sayyidina Abdul Qadir al-Jailani hamba tengele ya hunu wene mamuriri wa hawa. Hatengele ya hambioka. Ya sheikh. Allahu Qadir. Emnyezi mungu joshinda. Abdul Qadir al-Jailani. Hamba naam. Hadamu zisa Allahu Qadir. Haba naam. Allahu Qadir. Abdul Qadir al-Jailani. Harimani sofura hatubu bonsi. Bada ya lamuha. Wala mamuridi wa hahi wa muzisa ya ukaya. Euto shangazo wa nimlefi bae hutubu bonsi. Haba naam. Haba isa jirindi. Haba balale suala la mwadu ya nuzi. Suka emnyezi mungu. Ye mwenye ushinda. Imadhambi na yafanya anuyonsi pia ule mle vide wambu. Imadhambi na yafanya anuyonsi pia. Ilali man ani. Ile kalimadira lakau tafsirena mna yu. Imadhambi na yafanya anuyonsi pia. Imnyezi mgu ye woshida yansami hiyo. Bahi Abdul Qadir ametika. Mjibu tumambio kanaan. Hardiha ni muzisa eukaya. Imnyezi mgu. Ye kadiri yukaya shida yanrede hamada webu Abdul Qadir al-Jailani. Wangu tumambio kanaan. Imnyezi mgu ye woshida yufanyezu. Hardiha nuzisa, emnyezi mgu ye woshinda. Wewe sina Abdul Qadir al-Jailani, mkewede mlevi ulio banu. Dede mananare mwani sofuru wa yeshireka manu ila risala, na akawesho kama nye khatima ya hangu ye joku kanziru. Yani Abdul Qadir al-Jailani, hachinika wakati, hauhadisi ena mruhamanduo, hahundu wakati, ya ustahamilia yeshire mruhamanduo, Shaka jaberini, woi mlevi, nari mlawe mweze shonga uo, ndo huruari lwa niwa, emdo usaje ya haja, la. Mewani wazeno hundongozi utaji wao mana Adam, ya kenizo, wa mahabbatullah. Nganzawo mru, ya nzimyezi mgu, wa mahabbatu kalamihi wa rasuli. Nganzawo mru, ya nzimyezi mgu.
yardia anze imakalima yangu nade Qur'an. Gabu wangu ikaa ungu wajua uvo tasii, na uvo wajua wasume Qur'an, e Qur'an wasoma uvo, de Fatiha ileka ungu watingu usoma husolani. Shaku hatina wakati yosoma unkade wa Qur'an. Wewe kutine nafasi yoba kishodahu ni usome. Wela wahazini ngolemewa ngojo hulala. Naam, yoju mkinishiha. Shabulohu nziani, utinenevewa buwasu hifazi ya Qur'ani inji, kodosu menrin husma kul huwa Allah, kul anzu rabbi al-falaq, kul anzu bi rabbi al-nas, kodosu masuratu al-fatiha, husume ayatu al-kursi, yani, utizuruviwa na hizo. Sha emru mtu kubwa nafasi, wako haina mrulo mziani bala, umroho haruhana telefoni, umrejei harijiniyo. Haruhana telefoni, umrejei harijiniyo. Almuhim, mru yudin babi, nyasaha ya husiana, ya ukaitirende huki Qur'ani risoma o, li suratul Fatiha, nesur wa rimsoma o husalani mfubi, shana rjininki wird. Yani ukaya, enu katina aruhani ndo hazini, miu soma matala kulu wallahuma jit. Mananu katu wa soma, bishwa Qur'ani, kulu wallah. Haina wakati wa soma harfu ya bo, shango nikiwa ndingo nikiwa. Zi ajri. Ani? Wamba kul. Izo ajri ngabi. Kafu. Izo kume. Ilamu. Izo kume. Angalia husamba kul. Huwa Allah. Shanga zuti mizi. Yuzika boda ba kul. 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 Ay. Yuzi Qur'ani kul. Shanga rambawu. Mtsanga nyuhi namna yu. Kul huwa Allahu ahad. Zi hurufu izo. Haina harfu ya abu. Ngo ninkiwe ndiri. Ngo ninkiwa ajri kume. Eshu nenebea wendri. Washinda ujua kusi kwa kami hili bo ya kakutina Qur'ani njuhe fubani hao nungu kwa hazini. Washinda wasuma kulhu Allahuma jina mararu kulhu Allahuma jina mararu. Au wasalia mtume. Mengoni mwe nungu hutajiwa o mahabbatullah. Lumranza mnyezi mungu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na kabla hei hadisi ya mtume. Mnyezi mungu diabawai. Nukul in kuntum tuhibbuna Allah fattabiuni. Yuhbibukum Allah. Ika kweli nyinyi Mtume sallallahu Mnyezi mungu wa biyo mtume ya biwa Ka kweli nga manzawo mungu Abo naranze mtume Yende asiri Naridunge zila mtume yamba Awo yende dalilio hanza mnyezi mungu Awo hulu hula Awo na fiyase Miu hanza umdum shahangu na mkwezi marahaba Miu hanza umdum shahangu Walala hula kabatu siku ya ruindrini ya ruambahi Mbiyone sao Ani kabasata mbadali liyone sao wenye wambari mahabaha nyuanyi. Harimbuka ya lewe. Changa manzoba keindrini ba kebabisa zitendo ya hisi. Kutina mba hindu. Sojaha amanoda honi. Kutina mba hindu yotua. Almuhim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Haka uonesa. Inamna imani juu timiyanu. Nekimdu ngenase rungo zinu. Awe imani ya hetimiyanu. Imani ya hetimiyanu. Tuma sallallahu alayhi wa sallam arima hadithi awonesa ya ukaya hadithi ya Anas bin Malik zirazami ya zimungu na zimundeleye anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ya ukamtume sallallahu alayhi wa sallam kal thalathu rungon raru man kunna fihi hayna mrika ungu parihani honizo wajada bihinna ta'mal iman. Haina mdu zenu ngondaru hizo. Vanu. Izo kiri mfanu nga wena shahula. Wanzo bezende hazini. Ngo ulo kutu wane la dhahe shahula. Habo la uhambiri. Namu uli. Shai ladha ya he shahula kujaiwona. Kuamini mnyezi mgu. Shii ladha ya uamini mnyezi mgu kutiniyo. Hasmabu indrini kutina zinu. Ila zange juko hasulidara jendu. Katutu kuwasulidara jukangu ono ladha. Deke hasulidara jendu. Dayinu mtume ya bago kindini. Ya mwando. Man kun aonesa man kana Allahu wa rasuluhu ahabu ilaihi mima siwahuma. Deka ushindi. Irende haya ukaya mnyezi mungu ne mtume wahahe. Weku na hindu ushanzawo juma mungu na mtume. Wewe kamba winanza wewe. So mika umana manu. Bwa manna usalama njue mahaba yangu na.
Chikahanza nurumi bala undenge mba hindu. Ngawe na zemfuzo shinda yude warenge. Shehu harurenga. Yomahaba ya nrago. Kwa milo swali kutu swali. Yomahaba ya nrui. Yomahaba ya hona mungu. Kwa milondo anadamu zema kutu warenda zema. Shangobari ya hanza mungu. Yundrabu mungu wago shetile hakika. Bahi haina mru ya shinda ya wasili daraja. Ya ukaya. Ye hanza mnyezi mungu na mtume. Raha haina hindu shonti pia. Yule nungu ya mwambi joku wane sokindri ni elatha ya hii imaningiyo. Hamande mwanamshe. Harmwe ghazwatu Uhud. Nrumaha ya uluawa. Imwanaha ya uluawa. Imwanamaha ya uluawa. Harmwe mkodo hiyo. Yeye haruwa hangu wanwala. Harmwe mkodo wajao ngu watengeleyo. Walangu hati mwambia rijota ngani. Yani kwa jabashiku mori. Rijota ngani. Rijota ngani. Mzaduika tituli haa taa. Ibanu arende. Hawazi sauka ndani mtu mwenge nda huu. Mbuka mtume. Mtume. Bada. Mwana hauluawa. Mrumme hauluawa. Mwanama he hauluawa. Mtu mwenge nda huu. Ele harindi kajakoza. Mbuka kajakoza. Kullu bala. Haina baya. Au haina musiba. Au kullu musiba. Baada thalik. Yani haina msiba. Raili mtume yeye kajawulwa wa jalal. Yani yoma fiti. Hende haune la zahe imani. Hende hata ngutawo mtume rahani mwana mahae. Ngutawo mtume rahani mahae. Ngutawo mtume rahani mwana hae. Iyo ni utajila wa imani ya kwili. Nga wamzade wa mtume hafaba ya rabbi tumuwe mato rai. Ani ntiwane mrute na raili mtume tinaka humwana. Ya rege mnyezi mungu. Bahi matu ya rengwa. Mahabba ya hahi na mtume alayhi salatu wa salam. Mahaba ya hahi na mtume alayhi salatu wa salam. Nuhuya maadu man kuna fihi wajada bihinna ta'ama al-iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mima siwahuma. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah. Deka hushindi kweli, nguwanzo mru mananyuho, nguwanzo mru manzani waho, gotu manzaba kabati mba entere beina hahunai, shango mwanzo hamyezi mgu subhanahu wa ta'ala. Namne kawo, ekim manzani waho ula hashemi paka ya mnyezi mgu, ujo husi wa sababu ndizo. Yukamini kiti wanza mnyezi mgu. Apasangu endo na hii, apapase roho ya hangu keta madehali. Shamaskini. الإمام الغزالي قدس الله سره هم بوقتهم أن يهو ياويها وندو وقت وانزل وانزو ونهي سوافي نندو كان يبدو مجوس إندو بيجو كم توار من تابويلا إندو بيجو كم توار من مفسد يالا ناوي ودي مانزل وهي مجواو تونا صلى الله عليه وسلم أبين رغوا يبيلين دي كوشين دي دو كاو وفجهون رغوا انزو منرو كتسو منزهم منرو كاتو يتوكاو منزوهم ينزمغو آوي لذا هي إيمان ito amia he iman awe parihana. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anguambo, minguni mishu wunesa ya ukaya, iladha ya he iman ingawe niyo, wa anyakoraha anyamuda filkuf, baada anqadhahu Allahu min, kama yakorahu anyakzifa finnar. Minguni mwase nunguazi wunesa uki iman yawe tulilia, de kama tala nile umru kafiri, hasilimu. Bahe hali ya tuki wawo, ani hali ya wana ukafirishi lati hindu. Na yeka jadu anza parorejei, di hali ya wana waka umro unu, njadu paru anza nsiso harma mro. Di mana ngu tuki wani ukafiri, hamade namna ya tuki wawo ni mro wakatadu kusiso harmo. Abu mri silamu, eka wakati wehu, ani, we mri silamu, shofanya masu. Idalili ukanga wana mahabba yahu na mungu. Dika kweli mungu watukiwa ne maasu yala. Hamadi halu utukiwa unudubiswa haru mamno. Shiki maasu yala huyafanya. Hordingo yononala dha horohoni haho ngo jiriwa. Sikuwa saa tena. Astaghfirullah razima atubila. Astaghfirullah razima atubila. Muna hungu imaya. Zunrabu. Almuhim. Iyo. Gionisawi mahabba. Ya ukabu kweli nani ladha yukamdunga mtume sallallahu alayhi wa sallam.
نتومي عليه الصلاة والسلام ونسو حديث رحقيكيش وكازينو زونسيواو بانو محبايون غاهو تجيواو مانيكا كوجا يفانيا وجيلاتيزو نالو كم عبد الرحمن هرمز مما ذكر أنه سمع أبا هريرة هشام أبو هريرة يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هشام أبو هريرة وهم بنغزم توم صلى الله عليه وسلم قال كم تومي أبا والذي نفسي بيده قلابو يهم ركوي نفسي يهانغو جيو هرمي غارانتيا إلى ميزمو سبحانه وتعالى لا يؤمن أحدكم يئمن يمزم هرماني كنوتمية حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده يئمن يمزم هرماني كنوتمية تمبا كم رويا نانزي راها نهالي ينزاو ومزايا راها نهالي ينزاو وانا يكونوا يا وزايا أرمى حديث متون صلى الله عليه وسلم أنقوانبو لا يؤمن أحدكم يئمن يمزم هرماني كنوتمية إيمان يا كويلي حتى أكون أحب إليه تمفا كان كمي منزواه سنماه من ماله رهن زمال زهاه وأهله ينانز رهن أهل يهاه رهن مرمشاه والناس أجمعين غانزاو مريان زي مونغو نمتومة رهن يهالي كاو مرمو أنزوي أهل يمريان زي من الصحابة يكاو نجيه تدان ينم رمشي نولا نسيكوا مانو نولا نسيكوا مانو شاهي شياي جهدي جسيوا هراتي مرمشي هبا ميهان زمغو نمتومي هنو بمرمشي أمراتي قواجو همي وا إن اندي الله هاي جهاد إنشي واني هونو أو إنشي واني بونزي إنشي واني هونو أو إنشي واني بونزي هارو هبالا اندي هاو لواوا هكا هو سيواني ريني ملائكة هكا هو سيواني ريني اندي ملائكة قلنا صلى الله عليه وسلم ونيسو كيومي ووني مي علامة يهي إيمان مصنف ونيسو ومحبة الله ومحبة كلامه يعني نغانزا وطسينا مرو يانزي إما كاليما يميزم سبحانه وتعالى بمعنى إكمرو وانزي القرآن إلا رمبانو يكابوتو شيندا بواتو هفاز القرآن ينجباب يكو كيني يدفعي مراجع شاتو انزي القرآن يدو سوما زي سورة إكاو زنفوبي يعني إلي القرآن كيغو نمحبانيو نتومي عليه الصلاة والسلام أرمى حديثي هونيسا يا أيها الناس يبو وانا دامو إني تركت فيكم سمرانتي زاني ما نرويكاو إن أخذتم به لن تضلوا لن تضلوا سمرانتي زاني نرويكاو زينو يزوم الزيزنغارة كم نو برو بوتيا ثم صلى الله عليه وسلم هيهان سنرو ومبيلي هرانتي زازو زينو يزوم بيلي ري زيزنغارة كم نو بوتيا إن زيبي هتر زيزنغارة كتاب الله يمانو دي قرآن يوكان قويلو هم يلو وهي قرآن القرآن إنغا يوهارزاو زي حديثي زمتوم إنغا زوهارزاو بانغو جمهور هزية نمونيما صحابي هالي وكاتو عمو سنو ممتوم ممتومين قو سوالي حتو وين كابوي ما صحابي واو نمتومي أتو واتوازن كابا بيا تمات ميزي سوالة إزا جيرين ري أمير هونو بمتومو توازن كابا أنكوات سوالة لا ساتين ريتونا بمتومو توازن كابا باتوريتو أمير لميمي جبريل حاجه نبي يا وكاني تو بس كما مسونا نجيس فانغو لي مانا ناتو يعني يوم دي محبه يا كويلي دو كانغو اوناو كم تومي ويمرو رامتي كو ولا ساجوز ما مكالمه يا هان يو كان وي شيخ الكاو هاريسومو سات سات جاويش كوالي مي ونمي ما وليو ميزمو kanguru ngoja wuona ukakweli baharma anina shoshaha ya kuonesa afwan nam de shoshaha hisho hamba ukaya enamna sisi ya bidirdunge mtume enamna yokaridunge mtume nganzori kama si wafumaso balomru ya jayari balia enga tukahenda dau mwanama unishiao ekanga we mfumaso vajia mru wa miloka yeye yem aminifu ngubalio yujo kana mnaje kujumdunga wa mahalani ya bira au kujumdunga wewe mfumato kwa miloka yanga mwamini futo ya joya ubalie ya ujofanya
ميمين سوجو هو يا وشامي ما بتشوك هم دو كهين بني أجوم نيندي بهي هون سوكي يدي نمنا يا لازم وسي سيركاية بين يا هاتو نمتوم صلى الله عليه وسلم ركيها مسي وان وفو ماتو هيني هم تومي يا بريبيري رونيها ما يدي يا لازم ريبيري إيو دي نمنا شيخ يا ونسا المحبة أو يا ونسا نمنا يا كويلي يا وكايا يا لازم ركي نمنا يا هاتو بينا يا هاتو نمتوم wala ahmad woni so ka jodunga e ujen emra jena da lazima mru ya dunga bahi me woni mase ya abdi rizanze kitabullah namtume de namtume haja ku wonesa idaraja yahi qur'an habenrini taraktu fiikum ma in akhadtum bi lam tudillu abada simrati zani rungo ikawe kamzizingara kamnopotea hendrini ya madwendrini kitabullah dishio shamye zimgu iya bidindini وعن تراتي أهل بيتي أهل بيتي سواو مراتي زاني رنغوان بيلي مزيزنغاري دي قرآن يا بيلي أن مده هي قرآن ومده هو مده وهي أهل بيت إنو هاي وقت يكو پرسيزي يا ونسوكين دي وعن تراتي أهل بيت يعني إن جتنغنياو مده وهو عمراشي ومتومي جتنغنياو مده وهي أهل بيت ونسابة يا وكايا ونكاو ونيونغوها وان ويله مده وهاو yaani albayt wandikao watukuziwa wandikao wanikiwa daraja yaani wakatika au wanyongoa naam ganza ora ahmedi namna raone siwa yukara nze qur'an abo manzo ya qur'an dohi soma dohi jua doheda homo ndo wa he qur'an mtume sallallahu alayhi wasallam baya aba dhar yewe abu dhar لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله وكوروه ونواسم آية حرمش يشم يزمه خير لك يكيري من أن تصلي مئة ركعة رهنه صلي ركعة جانا وتوكا ووي وكنتي وتومي نمنا يسمي قرآن وسومي أني معنى يهي قرآن وجوه تصري يهي قرآن يكيري إكو تروهم نوسيكو wumsana kwende husomo mbano ani ngekawe ndini ngekau kairi rahane kaurenge alubaiti tawao simwanzani kwezi simwanzani kwezi etijo mwanzani etijanze alubaiti mutojizigamanya mahabba ya hutajilo mwenye tuhfati al-ahwadhi akawonesa harmumshirehe ihadizi haonesa ukayonge wonesi wao albayt haidunga ngenjia uwanrashi wa mtume ngenjiao ibn hajar takriban ala ma adhun harmai wa harmum muqaddima ya kushirehe muqaddimatul hadramia ila de ibn hajar amshikale hashia yakawonesa ye albayt yaonesa yaukaya wanu wanrika we albayt haones neyo de mathabi imam shafi wan wazalani mwanamme waundo wakao hawe albayt onde mbe manzari famade halirkao hamba hamba ukawala si wani kashe wen rajina deshu wazalano wana washe si watukuza shakwa jahe daraja hiyo yokaye kewo de albayt yani maulama watukufu onti pia wanikao tukufu hao awe njo kaenda kinyume nende sha utukufu mungu hawanika bahi mtume wa mjo abu dhar ya ukaya hukaya wewe urenge wakati uroye wa msana usome aya ya Qur'an hasma windri mwanama udanza wangalie ijo kiruswa li rakashivi shaku tuelewa ibana swali indri yani go swali nai bai horoha ujue eswa la shinin horoha ujue Qur'an horoha yoka irra na zirakazi miyo rejeza isu ala hila ino katimdi zingara ya hemri ya solomezi wa ramadhani kamili komori haudunga tele ya ilo maka au madina hudzimai wa muma be hadisi mwezi wa kamili wa ramadhani hakaubiaza amba alhamdulillah ndio kata he corona umahamu si swali tarawe happy ya jamaa ya khawasinu ndio ndo ngansa mbankandu sema ya khawasinu yumrunda ndio hona amba no mcho kudunga direct direct dawin sema iko mwenjore ngwa ibyo kufanya abo jodunga ndo sema hizo kazi ya kirindo ngo yabo na mwane akumukana haba habo ngujua ni kwa bahasi mbuha ndio mbati juwe
نو كا واني ومسوم ومسوم صو نو قتيم قوي هندي نمناين أو نيس أمتوم صلى الله عليه وسلم يوكايا بمن رمي لو كان رنزي قرآن يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم وتكوروه وسمم مانغو علم مثلا بتوكا غوسوم مانغو هي طهارة غوسوم مانغو هي تيمم غوسوم مانغو هي يعني هوتوكايا wewe ujihunde uroi harmano ngo hamali yo ifanye jua ilmu nongo ku ilmu tamtume haombo kwa Mwenyezi Mungu nzidi shaini yani mtume kaja omba mali kaja shaombo ilmu katika hiyo ni tuwa wandu harma ujinga yonda ila ya Abdul Qadir al-Jilani qaddas Allah sirra akansi halala atishi amru hamfara hamba manu bahi we sauni kiwa galo hamba yoyo galo endri Hamba huso sami hii ulazi imbeda zaho pia hukuma. Hamba yewendo. Hamba midaika na umani Mwenyezi Mungu njini huambie. Kwa hamba huso kazu wakalu. Hamba wasa zi imbeda huso sami hii ulo. Maa. Nga minarungo mbili nsuku balukawe daika. Mwenyezi Mungu wae hambia mtume. Wa ambudu rabbaka hata yatia kali yaqin. Hode mtume. Hambilo ambudu mungu hata ufe. Yode hazi ya hubu mtume. Na wano walunga dina mnai. Ya saa tena, mungu kajahe ya najia maksusu ya kawo kaya, mungu siya madasuka yu kimbidi ila, kimbidi ila, hamba insa hubawe shetwani, shetwana ba hakika. Hakike ilmu ya hahoye ufukisha. Mbazinu tipoteza wenji, ika waka wajinga wakukubali wa mluka wala bahesa wa samihilo. Shahe ilmu ya hahoye utowa harme tabuye. Namon, yunda minawe, ndamina we mrojo amba alhamdulillah shukran lillah risarsa mihilo abuko ujinga sino ujinga mrojo amba alhamdulillah risarsa mihilo sarra nehma wali lwazo kula shaitan ndi uritabus shamu na rihifaz bengo ambu wali antagudu fata'alama baba min alilm umila bihi au lam yu'mal khayrun min antusalli alfaraka ibn maja Arme shere yahe sunan ibn Maja. Aka wone samba nga wandu elewe hadisi nae. Ya ukaya nga wabu elewa ukaya ndukika usomu ilmu. Rango irumia rakutu irumia. Shaya asah. Dukaya ka usomu ilmu. Rekea ilmu inu yukaya urumilo masainu. Ilmu lhal. Usuali. Ufanyi hili flani. Ufanyi jau. Rekea ilmu yahe heji. Ya ukaya raku japaswe heji. Shango ato usomu kenyo. Rekang ilmu ya zakabeshwara shaa ilmu yu yu kairi rahaneke hende mwoswali nrini rakanshihwi. Rakanshihwi. Nemina watu witiri karatu shindare urenga. Chamunguna rinke taufiq. Rakanshihwi. Ningewa hamilu kanga wangu wakuswali rakanjena masihwa ura ujumayavu. Ujo shemeza bendri. Mawali wa Mwenyezi Mungu. Nyumone sani mfano ya ukaya. Mimi mina we karparsa na ma telefoni manzani wangara hadisiyo suona hama wakati kwa tsubira haba balo mahabba binazi la rambao wala wako fiance zin tuwa fiance huko ahisi huko wakati mwenda hadushu sabakisha tabo chasi henri zenrongo wizo irende haladza husuni mwahi huzifanyi wanumawali wa Mwenyezi Mungu wenji yo swalani unubabalu irahaya hao abuweru hao swalani ngwaonao hama unadu wakati walo tabani Hama ula duwakati wawo waliyo tabani. Mimi, sabilo wa mungu, mgiza mazinu, kama wale mbabi, yutu benza hawo, walo tuka mungu wa mdoka ilimu katuwa, nangwa wakatika wawo. Wana ni mrumishe wa msiki, wakahu msikini ya ukahimau, ani kanti uswali. Yeye mboka mime kanga uswali, msuwa na setabu mkawaziwa na ukikati kanti. Mungu yenshi, umru yenshi. Juu fikiru kwa wazi, juu fikiru kizuza zama zahali. Hamba bani kati ngami na rosso fulani. Shu wakati nswali yo, nsu hisi za rosso hizo na mwini renzi, na mwini renzi. Yuda mina wenge bideo ribitse maha na maha, risometa sogu, ufi risometa yungi, risi dirasuli yavu. Shalibanga nula angumi na weha na usiku, ni mashaka ya angumi na weha na usiku, ni haina. Kanwa daraja yu wa ho, raha. Una risubiri. Yani ruwane siwa kana ranze mtume. Naranzi Mwenyezi Mungu, naranzi makalima ya Mungu, yede shahidi lo vandu kindrini,
وكم يصوم آية آية هرمي القرآن يكير رهن كاهو يميه السؤال ركنا جانا رهن كاهو السؤال ركنا جانا بهن غانزاو مصنف غابو ومحبة كلامه ورسوله غانزاو وانزي منتومي وانزي 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 ميزي مونغو وانزي منتومي وانزي مكالمة يمتومي وانزي يمتومي صلى الله عليه وسلم هاو نيسا وكاكا بجوجة زاما بكا بجوجة زاما وجو برسا مونغو منتومي هاد ياسفو وانرو هبان واجو كانسي هما تركو يهاو واجو كانسي هما تركو يهاو وادوها ما يوكايا سيسي اشرومي ياوني قرآن كاري برسار مي قرآن غاري رنغاو يعني زوج برسار مي حديثي يعني بينا يا تونا ينغا سنا قرآن شو يبان ري رنغاو با تبدي ها بابا يزما يزونغا سي جو هوجا وانا كوفمبو وانا ندوكا وانا جودو هرايا زي حديثي بهو رو وانا جودو ابو كي هن نرجو برسار مي قرآن غاري جو رنغا شاكر تو صح حديث كرسان داري بوم فاولو وملي Wadiwaza hamadi na mtumia hamba Bukaya Zinu zilo harmaye sunna Zinu zilo harmaye sunna Zuhu hamadi Qur'an Bimana zinu Ika hudu anambawo zinu mitile singu ambabahi Hamba sinu kwa zinu zili Zifani hanao Ndiyo Qur'an ine Almuhimu abwere sunna ya mtume Re sunna ya mtume Izo zonti pia nganzawri kina mahabba ya hazu Wasahabati ni masahaba wa mtume nganzori wanze Masahaba wa mtume alayhi salatu wa salam Nganzori wanze Masahaba wanu Masahaba wanu Wakana mahabba ya hawa na mtume Baka sahaba Qais bin Hazim takriban Qais bin Hazim Harmaya ghazatu Uhud Ya kudu ya kanziru haku Ni sababu mkuu ya kudu ya kanziru Dabu mtume ya wambia ukatirohe madina Wawu wambia narirohe na mtume ya kambia ukana nabakisha madina Ritirohe kawa jangu wanzo wari uwe Wazali usudu ndamu nabu we vuriza we mrema we Shima shababi Manonga june hanu wazade Mtume na mwini mtume alayhi salatu wa salam Na mwini alayhi salatu wa salam وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نتمهر يوكايما شباب وابا وانزو روحي كم يزمو هيزو وانزو وانبي شاكو بالي شي كويل يتلي رأيي ياكو يانزا شاويني واوا بيخوا وينجي ما هيسو هابا وابا يولواوا يعني كتي ياري ما ياري ما هنيها تهفن باما شاوي يفن باما هولي وانباما جي ويعلموا هاتوا بيارثي امتو منجيجي هفو مباما فلانينا فلان ويكا هالمها باجوا بيمزل انجيجي امو انجيجي شما حبا ياهنا امتو مامين ريني حبا امتو منجيجي ابو واو وامر يالاذي مسيسي روانزي ما ناو وانزا امتو من وريمان بياني صحابة وكا هاكاين امرو مشاهي مسيحو يا مواندو شاو يشوكي جيها دي رانزور وانيه دي نينو هجوهارة امرو مشنو تيدي نمنايو Rwono thawban Kati ya sinyonsu Ya jihunda ya lwonosu Ya doso ni mamtume Tume ya Rasulallah Ya thawban malak Iza hunda nazi Mukaya bumtu Manureka hosu ni mwaho bumtume Kangasi namba tabu Reru harjaru wono mruona hama hasula jeha Funduniani Shai maulusi kuwa kiyama Ika uwe ya zida rajaza juba Tusinga sihula إيه أبو متوما من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق حين ياتوين يزمغو ياتوين توما يلونغي زوهان با سكينا هرى ربو ثوبان ما نموجو كاين زي نبي كاين متوما يكي كتلة ثوبان هاتو ليروهو ما صحبة من دواء لازم أروانزي وانزم تومي آوي محبايا هاوري وشيا سهبين ريني رضي الله عنهم رضي الله عنهم المهم إيزو
rikawo ne siwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa rikawo ya radhimu sisiri wanze dukindi ni wal al nano aluza mtume aluza mtume mtume kati naranzo aluza he kuti sharif irfanye la mina wirjo karanza mimi anwambia la mina wirjo karanza ingereka ukarme adubait karichi sherfanye nariwanze na tunda babi ze baraka za hao wanze uhunde ze baraka za hao mtume dia hambi ambiwa wanze na wanziwa wanazionu wakitalifiano wakatika ungu somu Allahumma sana ala wa ala sina wa kama salita wa ala ala sina wa baraka wa ala ala kama baraka wa ala ali muhammad hii ali muhammad bange fumbula unda wanguambu wandu wanduza hae kichabano vaduwa yunge kusudia usonsi pia shumuhimu wanduhuzi nga unafumbu la daraja rahana rahanasi والانصار نانما انصار ان هو وانزي ني آل بيت مدينه من راونسا كونوان ولازم وانزي وهكو هكو نرسل هول والانصار يعني ان كانوا نصروا متومي وان مدينه متومي صلى الله عليه وسلم Yenda ya tulilia, ya bakisha, wanruwa Madina wako jitolia. Bala hato wanruwa Madina wakambia wanruwa muhajirin. Ya ukaya angalia. Abdurrahman bunawuf, hambiwa. Mluka angalia imzade wanzao wani mtuwa lakiwure ngevu Abdurrahman. Abunga bajuka mruwambi ukadima sohaba wa wakana haa. Shabao, wanwako tamaniyo wananyamu waka ujua wako watamania wewe ngo berje wa hurenge mrumshe wa heya uberje. Abu kwa ya jogu wakati ya juwa hambiyo kaya, ewe mwanzo da mwibi, wondo. Ata kujamambia, hesa renge. Harenge, kamkonso mwehila, yele shiwana wala kumangalo hatito jimra jina. Na tawe huwa, birjo wanwa tijua mukabunga wanwa zishia. Shawawu, kawema, mbukaya, none seo shinduni. Rani, sifada hizimaliza huka mwanzo angizimaliza honi nke. Nuse shinduni na mjufanya biashara. Nisinti leza nihafilisha tanruwa zaadeti. Yani, wanruwema wakaona nruwema. Wanruwema wakaona nruwema. Wasalihin. Wanruwema ngaranzori wanze mawaliwa miezi mungu. Abu kia jwabeki mruwema mungu hata nganyoka ye albayt. Yani, we sharifu abu mnu. Mwanze hanrungo mbili. Mwanze ukaye sharifu. Mwanze ukaye mra miezi mungu ye albayt bahi. Yani, mwanze he tartibu ye. Na mruwane ya seka wakati kao Deisho angabu wanesawu kangabu difira ya alu na ahli Wanesawu zi difira Shio muhimu kai jarmazi makalima Zouju utanganyi hazirendo kangasungu vumbu wanduza mtume Ngabu wakati kao wabu mahali doa Yonge tingure jayi sonti pia Gereje yo son tipia sisi maisila Ala muhimu iso son tipia Iso son tipia Ngari kubaliyo kuwa wanduza mtume Ani nga unafumvula hawa wanduza mtume kina saba Wakala Sayyidina Abdullah ibn Alawi al-Haddad Fi kitabihi an-nasaihi al-diniya Ma ma'na Imana yu hadhi awsafun yajibu an yatahalla biha Imana hezi nungo zinu kari zi lungendri Yani zinu sifa يجب أن يتحلى بها كل مؤمن حين مروان سبي يمر مؤمن على ذمه نغرازفون بابان يكينيزو نانا زنزي جاو وهي قوله قبل هذا بقليل أن يكون خاشعا غانزاو مراكي مروا خشو يعني مراتك مروا غاقا غاشا مراكي مراكي ترتيب متواضعا Ganzo mru ya kimru mutawada. Yani. Inamna ya mana adamu islam. Tawado. Mana ya tawado. Asli ya tawado. Abasa inu nga wedawena wananyuhu. Nataba mfano juka mwangu. Ya ilmu ya hahu yosa wane ya hahi. Inasaba ya hahi yosa wane ya hahi. Imaha ya hahi yosa wane ya hahi. Mjama mba ukindri ninge lazimu wa kimrubani ya tende ya salize.
فهو هو لو كلا زينز يستهيكي شانو اتويبا هزي مستهيكي نفاني يو تواضع يعني لو كا وزو يستهيكي شانو زي يعني هو زي لجزا زي دواش فاني نون رجيما ناكا زيتي نتاب او فاني تواضع شا اكم دان زمان قال لي ولي من قرلو نمو نوابا سينو حتى اي يوم نوچن ورنكا كنفو مندو يي يابسين كسو ورنكا كنفو كاتسو نيدا يعني كيوا شام نونغورين ويندرين نونغورين وكنفو تمتون صلى الله عليه وسلم كوني سهر محادثي ili yawone se ukatawadho ni kamdunge kinyume niyongi harma maasima ziru harma hadithi ya mtuna sallallahu alaihi wa sallam ya kuwonesa ya ukaya man sarraf an yatamathala lahu rijal qiyaman fal yatabawa maqadahu minan nar haina mrikawo ya ujibi wa yedabahanu anuwa mjushili haa الإمام النووي هرمي الأذكار نيمني تحفة الأحوذي نيمني عون المعبود وشرح هذه السيرة ويرجع نفسي صافي ونسا إيوان رهين رينو ونسا أدلة يكمل جوجشلا منرو بل حتى متونة صلى الله عليه وسلم كانوا فاتوا ما يهم جوشليا هم جوشليا هم حبة ها أي ونسا شاي كايم روي هرمي سمرين غوي كام غوينو yeu jili wa yawani wa ruwa mjushilie iliwa mwehensi mrajuhe plasuwa mwehensi awa mjuhe wahime wa mwehensi namne kawe kakwa jema yeu jisante kakati mwema bahim tumehaba mruha manduo fali yatabawa umakadahu minanna na jipange ima kazi ya hahi ya jendi ya njia mumruwa jahanna nyezi mungu narihifazi mumruwa jahanna nyezi mungu narihifazi mumruwa jahanna Mungu mjoba kishoha wata. Yoko shoha wata. Harmwema rengwa ili bajima ndi badua garwa hiri wa mwezu gudati wa mwehenzi. Almuhim. Hena mna yu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Harmwela. Ya ayuhal ladhina amanu. Iza kila lakum tafasahu fil majalis. Yafsahillahu lakum. Harmwe aya ila. Ilaisihi. Hasababu wano masahaba mtumeha na haka anti wanwende waka anti shaba jamengoni mwanwika wawane kodi ya wano ahlu badr wano ahlu badr wawane kodi ya badr waja wahimi kwa tuna mabanu waka anti mtumeha kautabi ya manabanu wanupia tisawa wanwika wawana wawatabi ha warendeji ambiwa mwale keze mbabanu alimuhimu ikiwa jene mana yukiri lewo mathalani ويفوندي يعني مدوم تكوفو هرما درجة فلاني وانواجوها وهما حبا نايبا لو لم رباه يكا جزي تمانو كوانوالو مجوشيليا شو مجوشيليا بحبا هاو يكا يفوندي واو هاو يكا يا الامام نادي سنة ترميز او ي وانا سيوكايا ويوي كوجوكاي مرولا يدو اجيبي وجوانو مجوشيليا بهكا هم مجوشيليا با هنغاوينا ذامبي Ika hujoke mdu wala ye jushiliwa, yedu ya jiwa jau. Bahiwe mjushiliwa bahu nga wina dhambi. Anuli kanti yedi, nito kanti, ande sala, ande tahara, ande jau. Shai adabu. Zindu ngo muhimu, haina mdu ya zijue, umujitama ujuhende namne kaulu ya lazimu. Tuna sallallahu alayhi wa sallam, hawa nesta ya hadithimu. Haya. الإمام قريو نيسو يو كامي قول مزينو غوزي وطاجيواو مريا كي نيسو خائفا يعني مريا دو كمهارا نعذب يم يزمو سبحانه وتعالى حين وقت مفنبولو آية مثلا بسمو آية شاوي ولو مفنبولو آية زعذب شاوي ولو ريندا هي قرآن بابا نغذو كاسو بابا نو هم يزمو اي بابا نو ولو كانو هراوين من يوشريو هم يزمو Mwana mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala mukindrini Innama almu'minun Hakikema mu'minuna wakwili Alladhina idha dhukira Allah Wajilat kulubuhum Imiu ya hau yunji ya hindini yunji ya Jaharara ujihuni Kam nyezi mgu hafumbulo Weshiye Qur'an inge sumau Mseshele ya al-imamu Al-imamu al-Nawawi Armei al-Azkar Lafawne sukaya Ikula azimweki Qur'an inge sumau Chumwa jihundi na ulila ya jihundi na. Wala famba.
ijo kiruna be min suelewa yabo mingan lilu zabarindri kibala imamu nawawi hana kilima kawlu za alimamu la ghazali ala muhimu za kawlu nabamu gizu harmwe al-azkar mbukaya abu wewe shalathimuli le ilathimuli le maholo niyo imami lukazo ilathimuli le boyaka kutwelewe Qur'ani ujwokamu nga wino zero shei Qur'ani nga suma kutwelewa shango tse ngoto shindiri bodovi ngoto helewa vishende wasome ngoino wakati wende wasome mtu wa mfano ngorla wawo malahoni unsizo hatu la wama maskini la wajo nadadada manga la tse mbaba hukati ujwo ringe vangu kuhu nandi manga nandi mnari ya na hito wama pesa tina usome towo wama pesa tina usome Bimana wanwane ki Qur'an nge suma wa miyo ya hao yo uli ndri ndra ishra mnyezi mungu heo ani hoto tukuse Qur'an na uhara wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun yoni namna ya mu atarumia adatul hasr innama kabati wanwitunda hakikati zinruaji wala kabati ya nwe tonde ma mu'mina na wakweli innama dawoba de ma mu'mini na wakweli wa ndo andika weke Qur'ani mnyezi mungu hafumbulo ubona eke Qur'ani soma uji hunda harma tawadu uji hunda de ma mu'mini shwa raji ina tawadu akansi bala takatwishia da la ndika tema mdanga sumao sallallahu biya sallallahu Allah hendo bala tika jaka hishia ye bala ye kajaka hishia kajako no mahala na ndendao Yani, huura mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Huura mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Yani, weshile mnyezi mungu. Katuishie nrunguza, adhabu za kabrini, ishiye izo zonti pia. Ziutie uhara. Yani, ziutie uhara. Tiki hapa mkutu ngu angalia. Tamtume sallallahu alayhi wa sallam akuwane se daraja ya huura mnyezi mungu. Abirini, la yalijunnar. Kanaunji ya harimu mru. Rajulun baka min khashyati Allah kanaunjia harmon ro jahannam harmay mrikaw leo hakanti heshile mazambia hai hakanti heshile ya adhabu ya mabusi kwa kiyama baada balaji hundu hala wa matsuz hajihundu hala wa matsuz baromambia ni qisawka siskini ya mze tu wenzio kama la kusoma Qur'an afi haraka za miwani nzidu ana fue Qur'an inge somo bala bajabala mungu mparu kansone ne bala katula poise miwan banu anu so ka banu tikawli la Qur'an ya ka usum sama inna lillahi bahi 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 songu bo hoila babi ya hunra mru ya lila hasiri wonge na ndongozi ro jina sha to jona ringu jina ska banu so ka uli la timsikini mze wala hata sama yengo rambo rifanye daila ya huwa zadaba sarluna war mazit tramune ze metro Zajira sidan rahim fumdaru. Na bala hisangu biruba hula hebis keja puente. Ndengu shio metro hula rawne hijabu hila. Bala zeka bera singa humo na sabu ze hijabu nje mazila. Kese nduzo pion gizuali ra hijabu ra. Gizuali. Ze hijabu gizuali. Alafu yeye. Magawuni okumbi kati bonti. Shango non zero. Huhula ti ani huhula ya sharji ya jukamu luha nafasi. Haina wakati ya loa harma are mutuadisa uradi. Faso ya kufika humu Allah wa sallam. Mutuwa sumu uradi. Uradi wila kusumu enri ni kwanza atiparsuani makontroleri. Genu uradi. E unu enri bumu izi. Unu enri bumu izi. Paromba hadisi suni mze wa hatu. Mzi maani mze watu lohu nti mze wa hangu. Boka japaro jahunu. Una mdohemo banu yandal. Mze watu lohu. Kwa mbe nchua paro, mwa peu, para paro pasha bisi. Alafuwa pashi bisi hila. Wanduwa jabala, wandiso kontrolewa. Yeye kajanta ya uletike. Sha wala wabiri we manai hakanatike ya na ya rumilwa. Sha tofanya mbahiri ni mbabi, harenge bala hamonesa. Na bala zule rumilwa. Kwa wano kanono, lintibu zili mbange na mbandrabu tsaidu mwedele. Hamransi. Na wala wala ya rengwa ya siswa uvonsi, anhapa shaye ni mzeye. Alafone kumzeye ya ransi, alafuwa siswa uvonsi, amba sabula bahe katsina. Mwana? Sabula bahe katsina.
لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم نرد لي زوج تويما بيسي بيرتي منا نويوتي أفرهات ثم صلى الله عليه وسلم مبكين ريني لا يلج النار رجل بكى من خشية الله مرياليلا مرياليلا هورا ميزم سبحانه وتعالى نبانه كان غرم دوشيلو كاتفانيا معصي وليلي ميزم جوساميه وليلي حتى يعود اللبن في الضر كانوا فرنجي هرمون را جهنم سيمبا كاتزي وليرديلي رجي هرمين يارو يا مثلا يا مبي اوار مبوز يكاتزي نسو كايو امبوسيبل ikaye mruwa ikweli haliri hamnyezi mungu heshili madhambi ya yafanya bahabu ya matozi yale ya tukupa mguwa bala matozi ne kamrele hejine lazimdongo sabwa zuzi ma madhambi bala kapatu uli watoba yinra jine tsoda ila matozi weli la kweli kimnyezi mungu ni madhambi yale ya hahona mnyezi mungu kutu lindo suala la saa tena yoka ukenzo ambi mungu ngeto shao alafu haina mru ya lilaha mnyezi mungu yura kandharune sebaani wakanganzao mru wa kindri ni khaifan wala yajitami ukubaru fi sabili Allah wadukhani jahannam haina mru ya wane jihadi wane jihadi ngabali kabala kahumji ya ngabali huya kahii ya ngabali ya ba haina mru ya njia kabali jihadi baika na mjia nele josila humru wa jahannam uwesa hanikiwa ya nafasi ya ukaya insha Allah mnyezi mungu ujumtu ya harmwembebu مصنف فنغرا بيو كامي ورموز نغوزي هو تجيواو مشفقا غانزاو يكم ريكاو اني مريكاو مريكاو نا يرومبي يوانتا دو تو وان فوسي تابو والو نيزو دي هان مانادا ويسلامو يانزو يا كاي يكم ريكاو كما نادا مغان يعني يو ولا مانادا مولو هرما تابو ها جانزا يم توي هارميو ايه غازو مانادا ويسلامو كاي نمناي شاوت سوني مانا نيو هارمانغا وين غي هارما تابو وي هو فراح با مانادا موبيو متون صلى الله عليه وسلم هكونيسا يوكايا هكونيسا وان رما صليزاج وان رما صليزاو كان وكي وان روا أن وان وينزير رومي كما بين ريني إذا أما أحدكم الناس إكم زما هرمان يغو صليزو وان رو فليخفف مرافو بيسي أن إكم يغو صليزو وان رو مرافو ليها هاو بولي فإن فيهم الصغير وغبوا توتو Ura hakuwa jazwe ya mwanzuwa bezi wareje mreda juse kwa bila mbinruho yale. Ha? Mkinishia ula mwanzuwa bezi ndo hawa ya rejiwa mbafala ni hai. Na mfubise ba wangaba tuto ya mwanzuwa. Walakabir na wangaba ruadu hazi. Ika omdu mwanzuwa de ani shuwa ngashi jau haraka. Mwale sharia. Wallaif wangaba ruadimevu. Gawumri ala wahazi ni aje ya alimewa. Aunga umri kaule wae. Walmarid wangaba ruawade. شا فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. شي كان صلى وويش يا نون حديثة سورة البقرة سورة النساء حتى الإمران حتى النساء يدي كان وانزو هنا من نين. شي يدي كنمري ليو. وجينا وبرس أمري كان صلى زو وانو بيه وجو النساء ولا حتى مرا جو كاها سويلي. شي كان صلى وويش يعني. شي كان صلى وويش. الله أكبر الله أكبر سلام الله من الله. عندو بي. إذن دزي بزين. ها. وصام لوكي كان صلى وينا وانو. خفي في شي كان صلى وويش نجيب دي درجة يو. مشفقا من خشية الله تعالى من قول مثلا ويكاو غانزاو من الإسلام يعني بيوا كنيزو زاهدا في الدنيا يكي زهد يكي مرو زاهد ايو زهد ينوينري وانو كجنبي لونغو جولا zema une zema ukaye shanduka wewe zila ladha za kwenda mpaka ngozi tao yani unde mindu ule unde mangu vai kujambulo vima chama mie mama uve nguombi kujambilwa shenti e dunia ti uhohore hata kwa tamukanga nganzo lendo jisho kutira mali ngwanzo la mwanto shiwe ne babika ndulla tuna sallallahu alaihi wasallam akawone sahar ma hadithi أما إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا إكاو باريسا مرو هانكا يزاهد الدنيا كجمها في ليشا مالي فوجاو لذجاو كجمها في ليشا نيزو وقلة منطق يعني تم بابو فتزيلا ولا تم وينزا مكرت يعني هم روحي رمنا إيو بين فاقتربوا منه تم زما كلمة منجيتي
فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة يعني أبو مرو نتنقل مروها من دوو شكا هو نمريكا وزنبيو زاهي مالي 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 إلا نمبيا نكيكا إمروها زاهي ديو ينغومو نمتوهنغوا نمتوهنغوا أو مولمبليمو هو بوي باو ميدزي مولمبلي باو ميدزي ثم صلى الله عليه وسلم هو مصنف ويونسيس زاهدا في الدنيا قانعا باليسير باليسير منها يا كناي نيمبا بنتي انت يا جوهي باريس انا دمرا كناي ثم صلى الله عليه وسلم اكون صار محديتي ام بوكايا انظروا الى من هو اسفل منكم وانغال يلون سيني ماهو ويو انغام نمنا بيكان وينغي نمنا اركات وينغي نمنا وينغي نمنا وانغال يلون سيني ماهو كان بارك angalia leo ngo shindo hundu mbati kenga weka weka tushido mbati kenga wana babanu lala nga weka wa berje wango shindo hundu jau yani angalia walunsi ni mwahu wala tanzuru ila manfaukakum shawutu angalia walubu juwa hau langena katika watu langena jau yani shido angalia wawo angalia walunsi ni mwahu ibaridita iyo ngo jokupara sangabu wangu wajuku lala wonze wawo wa Faransa wewe ujala umahala niha wangu jangu nubanwe lala wangu wajuku lala wonze فإنه أجدر أن ترأوا نعمة الله عليكم يعني إكامة النبسين وانقال يو والون سيني يوني جوه سببي شكيكو ذراوي لنعمة ميزم يونيكا أمين أمبعيون بقى وطولة يالا لابون زي غامين أمناري يالا لنودين باهينو وطولة مبالا يالا زمهونو yani ngamina ngunga binga botulani mwana obala mbabizango ya vazilona nkudi shauti jusema tolo angalia oju angenda notimizi uoneso kamingu ni mwese nwika unga zihuta jiluawo mru islam mumfikan lilfadli an hajatihi mima fi yadi yani nganzao mru ya towe shileka undwe shazidi ujuwazi hajazahahe Gabo masohaba wa mtume hata kwaja kutoa tresha zidi wakauto washilekao washuhutajiao shilekao ndio wajanza warumie shangwa wanikao ndio warumie shangwa amilo kaangalia shilekao ndio shazidi utowe faida ya utowa inji mtume sallallahu alaihi wasallam inde bana juku kaza den namna ya utowa akauone sa ya ukaya قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب كباتم رينغام زيما يجوتو وصدقة صدقة كاوين بين رويي تو وإلى بين رويي حلالي ولا يقبل الله إلا الطيب لم يزم ريك كبالي تو لشيما إلا أخذها الرحمن بيمينه إكاسل كم يزم ريك أني حين وكتوا تو باهين بين رويي حلالي كوتو بين رويي حلالي لهم يزم ويهرجا هي قدرة يا هاي ونزل أرمش ريا هي حديث ونسمع كلامه يمينه يمينه هذا كهبين المهم يزم ويتوام باهين يزم ويهو كبليا يكاه يتوام باهين ريا حلال وأبو أخذها بأخذها الرحمن بيده وإن كانت تمرة ليش كان بانتدي إكاي كان بانتدي نتمنى وأبو كندريني تربو في كف الرحمن Nyezi mguye hii lela, emba inruila, kutuwamba trede, sham nyezi mguye hii lela, hata takuna aadhama minjabal. Mbante witowa, ila mbante ya halali waihula witowa. Mbashi ngo ya halali witowa. Mbasukari ya halali witowa. Dehebe inruetowa ila, nyezi mgungu ilelo, hata wende wa parise, ngiyo juma, ngiyo injira hana mlima. Imano kamruka do, haina wakati, Unuona mba hindu, 20 centim, 50 centim, enero, mnuka unonziru hotowa. Ano, tisharti muisilamu, mnulu harma taabu umnike, nyezi mungu ilila. Kumengu ambu ya ukaya, wa inkana titamratan tarbu fi kafir rahman, hatta takuna aazama minal jabal, kama yurabbi ahadukum fuluwahu, أو فسويلة. هما ليه كما تلاني نروح زاليوان من فرس متيتي وانزو دوم ليلة حتى ندير رديجون لا فرس ودو باشية. سيسون فنولا نرجوها بامدو كايا غوينا منمبي
na huzaliwa mnambe wa mbiriliyo we mlisa we anibimana nyezi mkafaniswa na hindu shadu kam nyezi mgunguleleyo embaindu wa itowa deshu indeni deshu ambatele mungatujua we mrulo hunu yuka hube hasinkat iru ambale mule juna lansuhu luda honi huwale hube hasan iru ambale sinkat iru na ule juna lansuhu le sinkat iru ule bakarto yankuhu ngunro zinji ngunro zinji fanya tartibu beheri yali Aongo wape ubeheri yali undezi ajiro do anduza umduka na baraka. Amdie sayo katunda mdia rongoza mndu bahoti to tumia swali uduka hojeza waono anduza kawo wanzo do bali wawe Josifu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna Allah yaqbalu sadaqat an tshele abarakufumbua arishia babie wakati wala sitofanya le rabai chanzo ntimiza mwanzo fedha za sadaka ngarjuka za yao. Tuesherea wakati rakovumbua yukange lazimuwe kamrungu towo ya towe rushema. Baparoka mru haunumru habali ya mapomu ngubiru. Yemruola hindi harenge maili. Harenge lezima hali, lezima hanika mru. Nambaba mwemjinga. Ebu waka uhiba hindu titu bezima. Shangu ibo zili, hambano kapasita kwa mbama kapasita kuzabarindu. Hambabala, lezima, lati bimaili. Lezima lilatika utasadaki nure ajiri kume. Nzime mazambi haba wedo haba. Nyezi mwe kakubali mrekati ndu ito hiti ndu ishema. Kuhide ndu wata sadaki. Kujonda ndu yao. Tuna sallallahu alayhi wa sallam. Haka uone saharimu wa hadithi. Inna Allah yakbalu sadaka wa yaakuduha biyamini. Fayurabbiha li ahadikum yezingu yehi renga. Indihe lele ya mru kama yurabbi ahadukum muhra. Hatta inna lukmata latasiru mitla Uhud. Na lukma wambahi watonanga wenika mru ngolili wa hati kama jabali Uhud. Yani yunamna yutuwune siyo kamruka lwithara umbenu yutasada. Uti tharau. Limba gulu nguna vieru beha. Aye sabwe vero na ke vero mime chonroha mungu. Wewe hono kayon tinti, shamungu kaja hono kayon tinti. Ehe, mnyezi mungu kaja hono kayon tinti. Iyo mengoni. Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Aka uonesa uwema. Yumrutuwa uonesa inna sadakata. Umrutuwa inna sadaka inu. Hakika sadaka inu. لا تطفئ غضب الرب يعني يطوى وسي ومن يزمك بمعنى لكانك كهرم رحمة وتدفع عنه ميت تسو يسبب شك كل نغني زي أجالي نزيرو حسبه بني صدق ويوي ويطوى إن شاء الله يزم وجهك توفيق ما هو إن شاء الله نرجو ودون غبان هرمي درسا بهان يكون دورجورين هي عارجورين غبان مريسلام غانزو يا كاي ناصحا لعباد الله غانزو يا كاي ناصحا لعباد الله تعالى أو كم يزم وجهك توفيق دو بهان ودورجورين هي مشفقا عليهم رحيما بهم داعيا الى الهدى يعني ان شاء الله غرجورين يا ياب رجو بمن يزم وكارن كي توفيق رشين دير تيميزي يا بارتي يوماو كم غارن كي توفيق بعد هذا الكيران ديس باب بيان المعاصي جيو لو كاتريو كجران ديس رانونيسيو المعاصي يا هيروهو جيروني معصية هم دوروني معصية همي هون روني معصية Masina mwana nyasi ika unge hula pitali. Na mwambi mnyezi msuhana huwa taala mnyezi mgamnike unono. Kapu mwana mshu wa hatu yalona mwana. Mengu mandu kawuka vadimasi na ovanu. Yalona mwana yafungwa. Yalona mwana yafungwa. Na kajafungwa handrongo za sheyo nongo za kihawo. Yafungwa hizo. Mnyezi mungu ya mjaindie ya mtowe umahalani. Kawundu yafungwa. Akhir mwanza haa subhanahu wa ta'ala ni mwana nyasi kawasi ukasina mwana tawani nga sina ibanu kudungu ya darsa mwanyezi mungu ya nike khir nga sinonuwa na ashwa hatu ikawu wana wa mwanyezi butala
وانا قبل نسيب تالا ان شاء الله انا نسيم لو بعد مساني نرجع كامبيلي مساني لي وري جوشين يعني نرجع كامبيلي نرجع كامبيلي يا هو وانا يسوا هات يا هو وانا شوا هات وانا ها وانا نسيب تالا نسيم يا وري جزو ميهونوني هوا السلام يعني قرأت سهنا وكويز قرأت سهنا وكويز صلي ركابيلي مسيح رومبي ميزي مungu يو امريكا ونجي نموانا امريكا ولي ونجي نموانا يموانا يا شيء مباكا يا ملاون كوديني يا مرناجي ميزي مungu يا واري جيزي زوها خير ميزي مungu يا واري جيزي زوها خير واو يكاون دورا بكشاناو من كوديني ميزي مungu يا جانيلي وصبيري ناسي ركيسي نوها خيري runde wana riwaloze wanashe wa umebao Mwenyezi Mungu awajaindie watahiwa ruwa khair wa walul yani hiyo namna rambila nao namfanye taratibu hiyo ni taratibu hiyo tena sijomba muifanye risom harme adabul mufrad ukamengoni zinsihu ikaoze dua zokubaliwa ni mfumtsano baada ya hiya dhuhuri mfumtsano baada ya hiya dhuhuri ndio yake nsia swali ya rake nsia ika kati hazini kakati hazini ya kitu banda ya dhuhuri ya swali raka ya temizia ya dhuhuri ya swali raka mbili albada swali baadia kenti ya swali ya mtume heki ya siya jushinda ni namna ya jushinda swali ya mtume bada wada jwa swali raka mbili ya umbe zihaja khasatan zinu ikawundu razifu mbuwaban zinu ikawundu razifu mbuwaban ya huwa na ikawundu wa lawo mihononi huwa wazaya ربما يذكرونني معه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.